دونك لقد قمت بإدراج النص هنا جانبا. دونك لاحظوا معي عندما نقوم بحساب بس أس اثنان فإننا نحسب مساحة هذا المربع والتي هي عبارة عن مجموع مساحات هذه المثلثات الأربع المتقايسة بطبيعة الحال. دونك قلنا بأن هذه المثلثات هي مثلثات متقايسة، هذا يعني أنها لها نفس المساحة، وبالتالي فإن مساحة مربع بس أس اثنان، طبعا مساحة هذا المربع هي الضلع أس اثنان بس أس اثنان، تساوي أربع مرات مساحة المثلث، ومساحة المثلث القائم الزاوية بطبيعة الحال هي القاعدة أب في أس الارتفاع مقسوم على اثنان، ثم نضيف له مساحة هذا المربع المشكل هنا باللون الأبيض، ومساحة هذا المربع هي هذه المسافة، المسافة التي تظهر هنا، والتي تساوي مسافة أس ناقص المسافة أب أس اثنان. مساحة هذا المربع المشكل عن طريق هذه التقاطعات قلنا هي أس ناقص أب أس اثنان. بطبيعة الحال بعد التبسيط سنحصل على بس أس اثنان تساوي اثنان، وهنا بعد الاختزال باثنان سنحصل على اثنان في أب في أس زائد. لاحظوا معي هنا هذه المتطابقة، قلت أس ناقص أب الكل أس اثنان تساوي أس أس اثنان زائد أب أس اثنان ناقص اثنان في أس في أب أو في أب في أس حسب التبادلية. ثم بعدها سنحصل على بعد الاختزال باثنان في أب في أس ناقص اثنان في أب في أس سنحصل على بس أس اثنان تساوي أب أس اثنان زائد أس أس اثنان. دونك هذه الحركة دونك تمكننا من البرهنة على مبرهنة فيثاغورس بطبيعة الحال. دونك أول عملية سنقوم بها هي إنشاء قوس من دائرة عند دومي سيركل. بطبيعة الحال يكفي الضغط على نقطة ما، دونك مثلا هنا أ، وبعدها سنضغط مرة أخرى لنحصل على نقطة بي. بعد ذلك سنأخذ نقطة point sur object، دونك نقطة تنتمي إلى نصف الدائرة التي قمنا بإنشائها، ثم بعد ذلك سنربط بين هذه النقط C و A و B لكي نحصل على المثلث ABC القائم الزاوية في C. دونك هذه الزاوية هي بطبيعة الحال زاوية قائمة قياسها يساوي 90 درجة. بعد ذلك سنحتاج إلى زليقة، دونك هنا يمكننا إخفاء بطبيعة الحال الرمز الذي استعملناه يشير إلى الزاوية القائمة، وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى القياس الذي كان هنا، دونك 90 درجة يمكننا إخفاءه. دونك سأحتاج إلى زليقة حتى تساعدني في القيام بالحركة، دونك هذه الزليقة ستكون دونك بطبيعة الحال أن كيرسور، سيكون من النوع نومبغ، والقيمة الدنوية بطبيعة الحال ستكون صفر، والقيمة القصوية هي واحد. هنا يمكننا تحديد الانكريمون يعني 0.01 حتى تكون الحركة بطبيعة الحال سلسة، وهنا يمكننا تغيير اسم هذه الزلقة إلى A مثلا. هنا سنحصل على هذه الزلقة، لاحظوا معي قيمتها الدنوية هي 0 وقيمتها القصوية هي 1 بطبيعة الحال. دونك للقيام بهذه الحركة، الحركة التي سبق أن تحدثنا حولها، سأحتاج إلى متجهة لكي أقوم بهذه الإزاحة، دونك ترانسلاسيون. دونك سنقوم بإزاحة هذا المثلث عبر المتجهة AB، وبعد ذلك سنقوم بتدويره، دونك سأحتاج إلى روتاسيون، سأقوم بتدوير هذا المثلث الذي حصلت عليه عن طريق الإزاحة حول هذه النقطة. وهنا سأختار زاوية الدوران، دونك هنا سأكتب A في 90 درجة، دونك حتى أتحكم في زاوية الدوران باستعمال هذه الزلقة. دونك لاحظوا معي الآن عفوا سأقوم بإخفاء هذا المثلث وليس مسحه، سأقوم فقط بإخفائه. الآن عندما أقوم بتغيير قيمة الزلقة، دونك لاحظوا سأحصل على حركة، دونك هذه الحركة بطبيعة الحال مرتبطة بقياس الزاوية التي قمت بإنشائها، دونك قيمتها القصوية هي 90 درجة وقيمتها الدنوية هي 0 درجة. بعد ذلك سنقوم بنفس العملية، دونك سنقوم بإنشاء صورة المثلث الجديد بالإزاحة باستعمال هذه المتجهة، وبعد ذلك سنقوم بتدويره روتاسيون حول هذه النقطة ودائما بنفس القياس، دونك A في 90 درجة، ثم نضغط على OK. سنقوم بإخفاء هذا المثلث ثم إخفاء هذه النقط، دونك هنا أركز أنا أقوم بإخفاء النقط فقط وليس مسحها. دونك لاحظوا عندما أقوم بتغيير قيمة الزلقة فإنني أحصل على هذه الحركة. يتبقى لدي الآن مرحلة واحدة فقط سأقوم بها، هي إزاحة هذا المثلث باستعمال هذه المتجهة.
وبعدها سأقوم بتدويره كذلك حول هذه النقطة بنفس قياس الزاوية السابق الذي قمنا بكتابته A في 90 درجة. سنقوم بإخفاء هذا المثلث، إخفاء هذه النقط. يمكننا إخفاء النقط مرة واحدة دونك عن طريق إظهار الجبر. دونك هنا سنقوم بتصنيفها حسب نوع هذه العناصر التي قمنا بإنشائها. دونك هنا يمكنني إخفاء النقط مرة واحدة، وبعدها يمكنني أن أظهر فقط النقطة A والنقطة B والنقطة C، يعني النقط التي تمثل رؤوس المثلث ABC. دونك يمكننا إخفاء المتجهة، عفوا هذه المتجهة. سأعود إلى الجبر لإخفاء المتجهات. دونك هنا قمنا بتصنيفها إلى عناصر ذات النوع المتشابه. دونك هنا فيكتور، دونك سأقوم بإخفائها مرة واحدة. سأقوم بإخفاء لاغري الشبكة، ولاحظوا معي الآن عندما أقوم بتغيير قيمة هذه الزائقة أحصل على هذه الحركة المتناسقة بطبيعة الحال. لاحظوا معي يمكنني تغيير بطبيعة الحال مكان نقطة السي، لأن النقطة السي تنتمي إلى القوس التي قمت بإنشائها، ودائما بطبيعة الحال المثلث المحصل عليه هنا هو مثلث قائم الزاوية. يمكننا إدراج نص خاص بهذا الشكل لكي نوضح مثلا هنا مبرهنة فيثاغورس. دونك سأقوم بتغيير هذه النقطة إلى A غونومي. دونك سأكتب مكان السي كانها سأكتب A، ومكان A سأكتب B، ومكان B سأكتب C، دونك حتى أحصل على مثلث اسمه ABC. دونك يمكننا إدراج نص بجانب هذا الشكل حتى نوضح مبرهنة فيثاغورس بطبيعة الحال. دونك هنا مثلا هذه المثلثات التي حصلنا عليها هي المثلثات بطبيعة الحال متقيسة، يعني أن لها نفس المساحة، وبالتالي فإن مساحة هذا المربع المشكل عن طريق الضلع بسي، مساحة المربع هي بسي أس 2 تساوي 4 مرات مساحة المثلث ABC بالإضافة إلى مساحة المربع الملون هنا باللون الأبيض أو المشكل عن طريق هذه التقاطعات، وهو موضح هنا باللون الأبيض. دونك يمكننا إدراج نص بجانب هذا الشكل كالآتي. دونك لقد قمت بإدراج النص هنا جانبا. دونك لاحظوا معي عندما نقوم بحساب بس أس 2 فإننا نحسب مساحة هذا المربع، والتي هي عبارة عن مجموع مساحات هذه المثلثات الأربع المتقايسة بطبيعة الحال. دونك قلنا بأن هذه المثلثات هي مثلثات متقايسة، هذا يعني أنها لها نفس المساحة، وبالتالي فإن مساحة مربع بس أس 2، دونك مساحة هذا المربع هي الضلع أس 2 بس أس 2 تساوي 4 مرات مساحة المثلث، ومساحة المثلث القائم الزاوية بطبيعة الحال هي القاعدة AB في AC الارتفاع مقسوم على 2، ثم نضيف له مساحة هذا المربع المشكل هنا باللون الأبيض، ومساحة هذا المربع هي هذه المسافة، المسافة التي تظهر هنا، والتي تساوي مسافة AC ناقص المسافة AB أس 2. دونك مساحة هذا المربع المشكل عن طريق هذه التقاطعات قلنا هي AC ناقص AB أس 2. بطبيعة الحال بعد التبسيط سنحصل على بس أس 2 تساوي 2، وهنا بعد الاختزال ب 2 سنحصل على 2 في AB في AC زائد، وعندما نحسب هذه المتطابقة الهامة دونك AC ناقص AB الكل أس 2 تعطينا AC أس 2. لاحظوا معي هنا هذه المتطابقة، قلت AC ناقص AB الكل أس 2 تساوي AC أس 2 زائد AB أس 2 ناقص 2 في AC في AB أو في AB في AC حسب التبادلية، ثم بعدها سنحصل على بعد الاختزال ب 2 في AB في AC ناقص 2 في AB في AC سنحصل على BC أس 2 تساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. دونك هذه الحركة دونك تمكننا من البرهنة على مبرهنة فيثاغورس بطبيعة الحال.